لو قربت من المنطقة دي اعتبر نفسك ميت ميت، لأنها منطقة خطر وأي حد بيروح هناك بتكون نهايته الموت. كوكب الأرض مليان أماكن كتير كلها ألغاز محدش قدر يحلها لحد دلوقتي، أماكن عجز العلم والعلماء عن تفسيرها بسبب الظواهر الغريبة اللي بتحصل فيها. أول مكان معانا هو مثلث برمودا. أول ما يجي في دماغنا مثلث برمودا هتفتكر طبعاً الأساطير والقصص اللي حواليه، واللي بتقول إن أي حد يقرب من هناك بيختفي للأبد. يعني لو في سفينة عدت جنبه أو طيارة طارت من فوقيه هيختفوا جوه المثلث ده والبحر هيبلعهم. طبعاً الكلام ده مش دقيق، بس فعلاً المكان ده بتحوم حواليه نظريات غريبة جداً. فعلاً الأمواج هناك ارتفاعها بيوصل لـ30 متر، والمناخ كمان غريب غير باقي المحيط، فهو مكان مليان ألغاز وأسرار محدش عارف يحلها لحد دلوقتي. تاني مكان معانا هو جسر أوفرتون في اسكتلندا، والجسر ده بيحصل عليه حاجة غريبة جداً. خلونا الأول نقول لكم إنه الجسر ده معروف باسم جسر الكلاب المنتحرة، وده لأن أي كلب بيعدي من فوق الجسر ده لا إرادياً بينتحر وينط من فوقيه. اتقال كلام كتير جدا حوالين السبب ده. في اللي قال ان المكان ده هو نقطة التقاء السماء مع الارض، وبيحصل تنويم مغناطيسي للكلاب فيه علشان كده مش بيقدروا يتحكموا في عقلهم. وفي كمان اللي قال ان في شبح في المكان ده اسمه شبح السيدة البيضاء، وهو اللي بيخلي الكلاب تنط. واللي قال ان تحت الجسر ده في بعض الثدييات بتعيش هناك، والكلاب بتتشد جدا لريحتها فبينطوا علشان يشوفوها. وتالت حاجة غريبة معانا هي أضواء مارفا في مدينة تكساس الأمريكية. ومارفا هي مدينة صغيرة في الولاية، وكل فترة والتانية بيظهر فيها أضواء غامضة جداً بألوان مختلفة شبه كرة السلة، وبتتحرك من مكانها. أحياناً الأضواء دي بيكون حجمها كبير جداً قد العربية مثلاً، وأحياناً بيكون شكلها صغير جداً ومش بتتشاف غير بالمنظار. حاجة غريبة جداً وتخلي أي حد يستغرب، والعلماء مش عارفين يلاقوا سبب حقيقي ومنطقي للأضواء دي. بس في منهم اللي قال إن الأضواء دي بتظهر نتيجة احتكاك بيحصل تحت الأرض. وآخر مكان معانا هو شلالات الدم في القارة القطبية الجنوبية. بيحصل حاجات غريبة جدا، يعني كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده حاجة، واللي بيحصل في القارة دي حاجة تانية لوحدها ومحتاجة مننا حلقة منفصلة. يعني مثلا في هناك شلالات مية، بس المية شكلها غريب جدا كأنها دم، حاجة مرعبة جدا. في بعض العلماء قالوا إن سبب تغيير لون المية للون الأحمر ده هو إنها بتحتوي على نسبة كبيرة جداً من أكسيد الحديد، وده اللي بيخلي لونها يظهر زي لون الدم كده. كوكب الأرض مليان أسرار وألغاز في كل شبر، في منها اللي قدر العلماء يلاقوا له تفسير وسبب منطقي، وفي منها اللي لحد دلوقتي مش عارفين أي سبب للي بيحصل فيه. بس هل ممكن التطور التكنولوجي الرهيب اللي احنا شايفينه في الفترة دي العلماء يركزوا أكتر في الفترة الجاية على حل الألغاز دي كلها ويلاقولنا أجوبة لكل الأسئلة اللي عندنا؟ الله أعلم إيه اللي هيحصل في الفترة الجاية. إنتم بقى قولولنا إيه أغرب مكان شفتوه في حياتكم، ومستنيين إجاباتكم في الكومنتات لو عجبكم المحتوى.